واسمحوا لي ان انا هتكلم على كام نقطه يمكن تكونوا مش متوقعين ان نتكلم معاكم فيها. انا لما الدكتوره رانيا كانت بتكلمني قلت لها يا دكتوره خلي بالك ال 20 21 دول اللي هم اللي حصل فيهم الجائحه، من فضلك اتصلي بمؤسسه التمويل وقولي لهم ان احنا مستعدين للتعاون او مستعدين لتلقي تمويلات في اطار فكره مش كده. وكنا بنقول الفكره دي بنقول ايه؟ لتحريك الاقتصاد العالمي. وانا بطرحها عليكم دلوقتي عشان تسمعوها مني، بقول ايه؟ النهارده حصل صدمه كبيره جدا وبتقولوا ان العالم خسر تريليونات الدولارات نتيجه الكوفيد مش كده؟ يبقى على قد يعني ما احنا تجربتنا في مصر هنا لما تعاملنا مع الجائحه احنا تعاملنا معها مش بشكل مغاير للمسار الانساني او مسار حتى منظمه الصحه العالميه، لا احنا كان في دول بتعمل اغلاق كامل وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، احنا ما عملناش اغلاق كامل. كل احنا قلنا ان كل دوله لها خصوصيه في التعامل مع ظروف الجائحه، وبالتالي احنا هنعمل اغلاق جزئي عندما تكون الحالات في قمه الذروه بتاعتها، او ان احنا مع تجديد الاجراءات الاحترازيه، لكن عجله الاقتصاد تفضل مستمره زي ما هي. انا هنا عايز اقول ان الكلام ده ممكن نفكر فيه كمنظمات ومؤسسات تمويل للعالم كله. النهارده التوقف الشديد اللي حصل في كل القطاعات تقريبا خلال فتره الجائحه مش هيتحرك الا اذا كان طبعا مؤسسات التمويل شغاله في ده ومستعده تقدم قروض، زي ما الدكتوره رانيا آليا كده قالت ان احنا عندنا مش يعني الدول اللي هي ظروفها الاقتصاديه صعبه وتكلفه الائتمان عندها عالي نتيجه المخاطر اللي هي موجوده فيها بتبقى بين نارين، تاخد استثمارات او تاخد تمويلات بتكلفه عاليه او ما تاخدش وتفضل الدنيا يعني ما تتحركش. طيب انتم بتتكلموا على ان انتم عايزين المبادرات تبقى متشابكه مع بعضها البعض وتاثيراتها تبقى متشابكه مع بعضها البعض. انا هقول لكم على مثال ومش عارف اذا كان كلامي بالطريقه ديت هيبقى واصل لكم ولا لا. يا جماعه احنا لما بنتكلم على افريقيا على سبيل المثال، وانا طرحت الموضوع ده من 5 سنوات في مؤتمر برلين مع المستشاره العظيمه ميركل، وقلت لها يا دكتوره اذا كنتوا انتوا بتقولوا مستعدين تقدموا 100 مليار دولار عشان تغيير المناخ، انا عايز اقول لك ان القاره الافريقيه ديت بالوضع اللي موجوده فيها ديت بالتمويل مرتفع التكلفه هتفضل وضعها كده مش هتتغير. طب ما تحاولوا تخلوا الموضوع يعني متداخل مع بعض. يعني ايه الكلام ده؟ قلت لها يعني النهارده لو في بنيه اساسيه قاريه، انا مش بتكلم على مصر، انا مش بتكلم على مصر، انا بتكلم على افريقيا وانا جزء منها. احنا لما هنا اتحركنا في موضوع البنيه الاساسيه زي ما الدكتوره قالت احنا تقريبا صرفنا ما يقرب من 6 تريليون جنيه، العائد اللي تحقق لمصر وفي كافه المجالات، مفيش مجال فيك يا مصر او قطاع في مصر الا ما اتحركنا واشتغلنا عليه وخد ما يمكن تمويله او تدبيره من تمويل. والنتائج كانت واضحه. النتائج كانت واضحه ازاي؟ في ان انتم شفتوا ان معدلات النمو اللي اتحققت، احنا كان قبل الجائحه 5.6%، وحتى بعد الجائحه كنا من الدول القليله في العالم اللي حققت 2.3 ولا 2.6؟ 3.6 و3 وبنتوقع انتوا الربع الاولاني 9.8 مش كده؟ مش كده؟ تمانية مش كفاية يا دكتورة، احنا عايزين اكتر من كده. لكن عايز اقول لكم عشان نرجع تاني للفكرة اللي انا يمكن بتكلم وفرصة ان انتوا تسمعوا مني، ويمكن يبقى انا كلامي عن هذا الموضوع ده مش مرتبط بمصر، مش بطلب بس لمصر، انا بطلب لدول هتفضل حالها بالواقع اللي احنا شايفينه ده لسنوات طويلة قادمة، وهينعكس ده على الاقتصاد العالمي. وكان ساعتها لما اتكلمت مع المستشارة ميركل في الموضوع قلت لها ده سوق فيه اكتر من مليار وهيبقى يصل خلال 2030 مليار ونص، من في فرق بين سوق غني وسوق يعني مش غني،
فمش غنيه. فانتم خلوه سوق غني، فتشوفوا انتم بتقولوا هتصرفوا 100 مليار وبتقولوا ان الدول الافريقيه هي اكثر دول تضررا من موضوع المناخ، ما تحاولوا تخلوا الموضوع على بعضه، يعني تحطوا ده جوده ونعمل بنيه اساسيه قاريه ضخمه لافريقيا. هذا هينعكس على هو الناس النهارده البنيه الاساسيه هتبقى طرق بس، هتبقى سكه حديد فقط، هتبقى كهرباء فقط، ولا هتبقى موضوع على بعضه. طيب الكلام ده كان كنت بقوله 2015 و16 و17 وحتى قبل جاح. طب دلوقتي لو احنا تصورنا ان يصرف على القارة ديت، وكان كلامك عشان اكمله بس لها، قلت لها الشركات الاوروبية النهاردة الرقم المحطوط في هذا الموضوع هيكون بمساهمات مختلفة من الدول الكبرى، مش كده؟ طيب المشروع اللي بتعمل ده خلوا البنك الدولي وخبراءه هم اللي يعملوا الفكرة بتاعت البنية الأساسية القارية اللي بتكلم عليها ديت، خلاص بقى حاجة علمية ومتقدمة جدا تخدم كل مفاهيم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة. وتقوم الشركات الأوروبية أو الشركات كل دولة حطت 10-15 مليار دولار، أنا كدولة بيتعمل معايا مشروع بعشرة مليار، أمضي على العشرة مليار، أوقع عليهم بتكلفة منخفضة، بتكلفة مالية منخفضة كائتمان علي. يبقى بالشكل ده قدرنا نعمل دفعة كبيرة جدا جدا في البنية الأساسية للقارة، وبالتالي المردود بتاع هذا الأمر سواء بقى في المناخ أو في محاربة الفقر أو حقوق الإنسان أو المرأة أو ده، هيعود بالإجابة على علينا كلنا. طيب أنا بقى لما جت الجائحة رحت كلامي كان مع دكتورانيا، خلونا مع الشركات ومع المؤسسة إن احنا ناخد تمويل منخفض التكلفة يساهم معانا في دعم واستكمال مسيرة العمل اللي احنا بنقوم بيها في بناء مصر الحديثة. والحقيقة برضو لازم اعترف ان انا لقيت رد فعل ايجابي جدا من جانب سواء من البنك الدولي او من المؤسسة التمويل اللي بتكلم عليها ديت.